شبح التغيرات المناخية خيم على نهر يانغستي الذي يتدفق على طول 6300 كيلومتر عبر الصين ويغذي مزارع تنتج كثيراً من غذاء البلاد ويشغل محطات كهربائية ضخمة بما فيها سد الممرات الثلاث أكبر محطة كهرباء في العالم. وأدى تراجع منسوب نهر يانغستي لتعطل توليد الكهرباء في عدد من المحطات الكهربائية الرئيسية، ما دفع المدن الكبرى بما فيها شنغهاي لاتخاذ عدد من التحركات العاجلة لخفض استهلاك الكهرباء في المنازل والمصانع والمؤسسات. وأصدرت الصين أول تحذير وطني من حالة الجفاف هذا العام شهر أغسطس الماضي. في نفس الوقت تكافح السلطات في الصين حرائق الغابات وتحشد فرقاً متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغستي، حيث تعاني التربة في العديد من المناطق من نقص شديد في الرطوبة. ووفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الطوارئ الصينية، فقد تسبب ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو وحده في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2.73 مليار يوان، أي ما يعادل 400 مليون دولار. وكانت الكارثة الكبرى في جفاف 66 نهراً عبر 34 مقاطعة في منطقة تشونغن تشينغ الجنوبية، وهو ما ينذر بأزمة ضخمة بطلها الرئيسي التغيرات المناخية.